هل في ناس هتنزل في ترشح على منصب الرئيس لوحدها بدون قايمه؟ واسامي كبيره، مش بتكلم مثلا في اسماء جديده. خليني واضح كده. مين هو اكتر حد دايما لما بنتكلم على اتحاد الكره والانتخابات هو دايما اللي بيقول لك ما قيمته او بنبص عليه؟ يعني مع احترامي لكل الناس اللي عايزه ترشح، اي اسم عايز ترشح يجي رئيس يجي رئيس، بس لما تيجي تتكلم عن قصه مثلا هنا بوريدا بتبص ان ده ليه الحظوظ الاكبر. ومع تقليص الجمعيه العموميه بقى ناس كتير ليها حظوظ، ولكن برضه بيفضل هنا بوريدا ليه الحظوظ الاكبر. طيب هنا بوريدا مثلا هينزل بقايمه؟ لا، هينزل على منصب الرئيس بس، لكن مش معاه قايمه. حلو، بس هنا احنا برضه عندنا دماغ بنفكر فيه. يعني الباشمهندس هاني قال لك بالنص كده، وانا سمعتها منه تحديدا، قال لي اللي عايز ينزل وينجح يباعه. ده مفهوم جديد، يخش يوريني ينجح، ولما نقعد على الترابيزه نشوف هنعمل ايه، نشتغل ازاي. مفيش بقى قايمه ونشيل القايمه دي وبتاع، كل واحد يشتغل لوحده، كل واحد ينجح بدراعه. طيب ده معناه بقى حلو، ده معناه ان في قايمه ولا معناه انه مفيش قايمه؟ رغم هو تصريحه الشخصي ليا كده. حلو، انا اقول لك ده معناه انه شكليا مفيش قايمه، شكليا على الورق مفيش قايمه، مفيش قايمه، تمام. لكن طبيعي هتبقى عارف ان فلان وفلان وفلان هم دول المجموعه مثلا بتاع الباشمهندس هاني بوريده، فلان وفلان هم المجموعه بتاع الكابتن احمد شوبير، فلان وفلان المجموعه بتاع الكابتن سيف زاهر، فلان وفلان المجموعه بتاع الاستاذ جمال علام، فلان وفلان المجموعه بتاع الاستاذ حسن فريد. انت هتبقى عارف، انت هتبقى عارف، هتبقى شايف مين رايح هنا مين رايح هنا. طيب هل هتمشي زي ما هي كده؟ طيب اللائحه هتطلع مين وهتدخل مين؟ طيب هل اللائحه دي اللي بتتعمل عشان نبقى 100 100 تعظيم سلام وتمام؟ لا خالص خالص، دي هتبقى معموله على تين المنوطين بيها او اللي بينسقوا مع الاتحاد الدولي لتطبيقها مع اللجنه الخماسيه، هيبقى قدامهم فكرتين ما لهمش ثالث. مين اللي بينسقوا؟ باشمهندس هنا بوريدا اللي ليها علاقات بالاتحاد الدولي، تمام. اللجنه فاطمه سموره، يعني بص هي دايره كده واخد بالك، بس تمام. انت طبعا ايه بتحب تصحصح المشاهد، فانا ايه بصحصح المشاهد معاك، تمام. فهنا يا محمد